إسرائيل تمشي عارية الآن، عارية من كل ما يمكن أن يغطي عورات. هذه عملية الإحلال هي عملية استعمارية كولونيالية استيطانية. نعم. من سيحمي إسرائيل؟ العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق وسائط دفاعنا الجوي حسب مراسل الإخبارية تتصدى لصواريخ العدوان، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بعد حوالي 24 ساعة من عدوان يوم الأمس مع بداية ساعات الفجر الأولى. ما هو الرد؟ إذن الحرب عندما تقوم لا تقوم على عواطف ولا تقوم على إنشاءات ولا تقوم على مواقع التواصل الاجتماعي. الحرب هي يعني حالة عسكرية، حالة سياسية تدرس من كل جوانبها. طبعا الرد على هذا العدوان صدقيني لن يكون ردا سوريا فقط، وإنما عندما تحين الساعة والوقت والمكان المناسب لابد أن يكون الرد هو من محور المقاومة بأجمعه. لكن لا نميز هنا بين الطاعون والكوليرا. تناقضات واضحة، إمكانية دق الأسفين والشقوق واضحة، يدفع بالصهيوني دائما إلى لفت الأنظار، وهنا المستهدف بلفت الأنظار حقيقة هو الإسرائيلي نفسه. فهذا الكيان لا مستقبل له ولا بقاء مدام الزيتون ينمو في أعماق هذه الأرض.